تونس تستصرخ كفاءاتها، وينك يلي قريتك؟ وينك يلي وريتك؟ مازال في مجال الفعل السياسي في تونس نطلع على سياسة رد الفعل ونرصد سياسة رد الفعل على رد الفعل، أما الفعل ما فماش، وكذلك سياسة لننتظر لنرى wait and see، وهذا مؤسف في الحقيقة. تونس العقل المبادر وتونس العقل الخلاق يغيب في هالبلاد اليوم، والبلاد في أزمة مثل هذه اللي تمر بها، وهي في الحقيقة أزمة إرادة وكسر إرادة أو محاولة كسر إرادة بين تونس وصندوق النقد الدولي. اليوم كيف نقرأ النقد اللي موجه اليوم لتونس ونشوف التصريحات متى صندوق النقد الدولي، ونلقاو اللي الإرادة الوطنية في تونس تقول لا تخاذل ولا اعتراف بهذه الشروط. نلقاو في الضفة الأخرى أبناء تونس الميامين وهما يستناو على أساس أنه باش يدليوا بدلهم من أجل النقد ورد الفعل فقط، أما العقل الخلاق وأنك تقدم حاجة للبلاد هذية اللي هي في أزمة حقيقية ما فماش. اليوم اللي نسمعوه في رحاب الأمم المتحدة وانحيازها للقضايا اللي فيها غلبة للهيمنة والاستعمار نلقاوه زادة في صندوق النقد الدولي، على خاطر صندوق النقد الدولي هو معبر عن إرادات أك الدول اللي تدعي زعمة اللي هي تحب تقف مع تونس. انظروا فقط ميثاق صندوق النقد الدولي وشوفوا الدول المحركة لهذا الصندوق وكيفاش تعطي ولا ما تعطيش وتضع الشروط وكيفاش تحطها. الحقيقة زادة اللي حاصل اليوم أنه دول عديدة تحب تجعل تونس أمام استحقاق من نوع الضغط العالي، وكأنه الدول الصناعية الكبرى ما هيش هي المحرك كيف ما قلنا نتاع صندوق النقد الدولي، هي فعلا محرك لهذا الصندوق، ولكن اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم راهو صندوق النقد الدولي قاعد يضغط على تونس من أجل مآرب أخرى. ولكن وينو العقل الخلاق التونسي والمبادر؟ تونس قرات وورات واستثمرت في التعليم أكثر من 100 سنة، ولكن أبنائها اليوم خيروا أو في أغلبهم باش ما نظلموا حد خيروا أنهم هما يقعدوا على الربوة وما يفيدوش البلاد وما يمدوش يد العون للبلاد من أجل مبادرة أو نشوفوا كيفاش النجم ونتفاوض مع صندوق النقد الدولي بطريقة أو بأخرى. اليوم تونس تستصرخ أبنائها من جديد وتقول لهم وينك يا ولدي اللي قريتك؟ وينك يا بنتي اللي وريتك؟ اليوم ما نلقاو حتى إجابة إلا سياسة رد الفعل على رد الفعل.